الدراسة خصوصا أن المجال ديالنا الوقايه وكيفيه تجنب التعرض للخطر ديال هذا المرض. وشكرا وكنعطيك الكلمه للسي مصطفى. وكن بدوري تنرحب بالطاقم تاع المندوبيه تاع الصحه والطبيبه ديالنا تاع لونطين ميديكال اللي تتلبي الدعوات فيما طلبناها. تنرحب بالاخوه الصحفيين برؤساء الجمعيات المهنيه وليداتي. هذا الدور ديالنا حنا كمؤسسه. راكم كلكم تتبعوا الاعلام وتتعرفوا هذا الوباء في نوصل. دونك حنا الدور ديالنا كمؤسسه هو التحسيس. جكروا بان راه تعلق لكم يا دوري قاد نتاع التحسيس كيفاش ديروا تفرق عليكم تحطوا لكم الصابون في هذاك باش حنا نديروا الوقايه خير من العلاج. السيد المندوب تنشكرك على هذه البادره لانك خديتيها. السيد المندوب تاع لوفيس ناسيونال دو بيش اللي داخل ديما معنا في الانشطه ديالنا الموزيه. تنتمنى تفهموا هاد لا سونسيبيليزاسيون. هادي سيت اون ياك دكتوره سيت اون بلوز او موان سونسيبيليزاسيون ضد الوباء هذا. تنتمنى هادشي اللي غادي يقولوا الاطباء ديالنا الاخصائيين نتبعوه لاننا حنا راكم شتو راسكم عايشين تنتوما في ان اسباس لي كلوف. دونك راه الى تقاس واحد راه كلشي غادي يتقاس. دونك حاولوا الوقايه خير من العلاج وتنتمنى لكم سونسيبيليزاسيون من عند الدكتوره وشكرا. ان شاء الله فهمتيني غتفيدكم ماشي غير بالنسبه لهذه ديال كورونا ولكن فهمتيني هي فهمتيني كتفيد في الحياه العامه بالنسبه